الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن تجدد ذكر بلاد النبي نذكره
لله، يذكر بكل ما يحب ويرضى في كل لحظه. اقول لحضراتكم في كل لحظه، لا تمر لحظه في الكون الا ويذكر فيها اسم الله، ولا تمر لحظه في الكون كله الا ويذكر فيها اسم سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما كثير من الناس يبدعون الاحتفاء والاحتفال بميلاده صلوات ربي وتسليماته عليه، واقول لهم جالوا الصلاه وابتعدوا عن الحقيقه، يقولون ان احتفل رسول الله واحتفل رسول الله واحتفل صحابته واحتفل رب العزه سبحانه. احفظوا، نحن ننزل كثيرا، لا نطالب القران ولا نطالب سنه النبي العباد، وان طلعنا ننسى او نتناسى او لا نستطيع ان نبوس لنفسه. رب العزه يقول وان اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم بالكتاب والحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال اسمع اخي، اسمع حبيبي، احفظوا واجعلوا ابناءكم يحفظون ذلك، لان الايام تنسي، الايام تنسي اشد الامور محبه، الايام تنسي حتى العباده، يتداخل المرء فيها ويذكر الخطا مع الصواب ويرتكب الناس الخطا ظانين انه هو الحق. رب العزه يتحدث عن ميثاق الانبياء، متى ذلك عباد الله؟ في عالم الصبر، حينما اخرج الله ذريه سيدنا ادم من ظهر سيدنا ادم، من كتب له ان يكون نطفه في ظهر ابيه الى رحمه، نطفه من بدايه النطفه الى ان يصبح شيخا الى ان يمر في التراب. عباد الله الارباب، وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. والدلائل على هذا المثال كثيره، في ذات التوقيت، في نفس التوقيت، في ذات اللحظه اخذ سبحانه جل وعلا المثال على من اختاره، اخذ العهد والميثاق ممن اختاره للإيمان وللاتباع لسيدنا رسول الله. ويتجدد العهد والميثاق مع كل نبي يأتي إلى هذه الحياة، كل نبي يبعث يجدد معه العهد والميثاق من جديد، عبادة واحدة جديدة. لذا حينما صلى بهم سيد الأولين والآخرين، حينما أعيدوا من عالم إلى آخر في المسجد الأقصى، لم يكن ذلك غريبا. نحن نستدرك أمورا لأننا لا نستطيع القيام بها، ليس كل ما لا تراه العين غير موجود، ليس كل شيء لا تراه لا تقس الأمور
عزتي فلا حديث. ثم أهم من ذلك أننا كيف نحتفل أو نحتفل قبل أن نلقي إلى أسماع الراب والتشرف في ذلك؟ كيف نحتفل أو نحتفل؟ ينبغي علينا أن نتعرف على بعض جوانب سيدنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله، وأقول للبعض لمن يشغل ذكره أو يشغل نفسه وعقله بأنه من القرآنيين، ظهرت جماعة بين الناس تدعي أنها تأخذ بالقرآن وهي لا تعي شيئا عن القرآن ولا تعي شيئا عن النبي العدنان. صدقوني، يقولون نحن نتعامل بالقرآن فحسب. القرآن يقول رب العزة يخاطب الناس في القرآن فيقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا أسوة حسنة؟ القرآن من قبل الله. من الذي يطبقه؟ عباد الله. من الذي يطبق القرآن؟ من الذي ينقل عنه القرآن؟ هو النبي العدنان. فكيف يخالف القرآن من غير سيدنا رسول الله؟ وانتهت المسألة. لمن يلعب برأسه فأر أو قطة لابد أن ينتبه إلى قول المولى وقول سيدنا رسول الله. من جماله ومن عظمته صلوات ربي وتسليماته عليه رحمته وإنسانيته. والجمعتين الماضيتين كانتا حديثا عن ذلك، عن رحمة النبي وإنسانيته. نحاول أن نلقي الضوء على بعض ما فيهما. تعالوا شاهدوا معي النبي إنسانا، هكذا خلقه الرحمن. وهو صلى الله عليه وسلم يسجل القرآن عن ذلك: إنما أنا بشر مثلكم. انتهى الأمر عند ذلك. كثير منا، نعم، النبي بشر، النبي إنسان، يحزن، يتألم، يحب، يكره، كما يتعامل أي إنسان، لأنه مثال للإنسانية الحقة، لأننا لا يمكن أن نتعلم من غير إنسانيته. إنما أنا بشر مثلكم. نسينا الجزء الثاني. يوحى إليه، يعني نأخذ سيدنا رسول الله إنسانا في ميزان يوحى إليه، في أن هذا الذي يحمله ليس عملا خالصا له، وإنما هذا العمل تطبيقا لوحي جاء إليه. حتى حينما يتقدم أو يتأخر عن الوحي فإن رب العزة يتولى بتصحيح الأمر لسيد الأولين والآخرين. رب العزة هو الذي ينقله من المهم إلى الأهم، من الحسن إلى الأحسن، من تفكيره وتدبيره إلى ما يريده سبحانه جل في علاه، كما حدث في مواطن كثيرة. إنما تعالى نشاهد رحمته وإنسانيته. رحمته زوجا محبا وأبا رؤوفا رحيما وصاحبا مفيا، زوجا مخلصا، جارا كريما. تعالوا شاهدوا ذلك في حياته صلوات ربي وتسليماته عليه. من منطلق الزوجات فيكون مطبقا لامر من قال للامر كن فيكون. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتعملوا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم موده
مع أم عائشة ما كان رضوان الله عليها تغار من امرأة قدر ما كانت تغار ممن؟ من السيدة خديجة التي مات رضوان الله عليها.